انا في بدايتي ما قلنا بابي يوسف، انا ما شفتش الشيء اللي عايشينه اليوم انتم. فالشيء ده فرصه لكم انتم، اما يلزمكم تعرفوا تستغلوها الفرصه. اوكي صح، كل واحد عنده صوت وكل واحد عنده توجه، كل واحد عنده فكره في الموضوع، لكن لازم يكون عنده اتجاه رسمه هو من وراء الستار اكاديمي. شو كل واحد شايف، شنو نقطة الضوء اللي شايفها؟ بس اون كومونس لو ديبا. انا دخلت ستار اكاديمي لانه انا بعرف انه ستار اكاديمي يخليك بدل ما تشتغل 5 سنين على شهره، ستار اكاديمي يعطيك الشهره من اول ما تطلع، بس تشتغل على سنجل يعني خلص انت صرت معروف بالنسبه للعالم. ماشي اوكي. وتعلمنا كثير اشياء. انا بالنسبه لي تعلمت كيف اكون صديقه مع الكل، كيف اكون صديقه مع الشخصيات اللي غير، يعني رامي غير، سلطان غير، طاهره غير، محمد غير، شكري غير. تعودت واخذت من كل واحد شيء، من كل بلد شيء مميز. حلو. وشو ناوي بعد يعني؟ لو كنت انت ستار ولا ما كنتش ستار مثلا؟ لا ان شاء الله اكمل، يعني انا ناوي ان شاء الله اكمل اول ما اطلع، لان انا صراحه حلمي من انا صغيره. يعني هي على فكره ستار اكاديمي يعني مش في المغنى فقط، مش في الغناء. اوكي الغناء بارت اوف رقص، تمثيل، ممكن يشوفوا شكري. شكري في كما طلع واحد شو اسمه، نادر؟ لا من السعودية هو عبد العزيز. هشام صح، صار مذيع. يعني وعنده كاريزما وعنده حضور يعني في على التي في، وعنده خف الظل. هاي استغله يعني في كل واحد، كل انسان عنده شيء ممكن يكتشفه اليوم. صح. يكتشفه في ستار اكاديمي. يكتشف نفسه، اسكو هو، هل هو يعني ممكن يتعايش في جروب ولا لا؟ ممكن يكون عنده لما يقف قدام الكاميرا يكون عنده اولا اكيد عنده الرهبه ما فيش شك، ولكن يكون عنده حضور وهو يقول لك اليوم انا يثبت وجوده. لانه بالنسبه لي انا اقبح عين، يعني العين اللي هي مش القبيحه، اللي هي العين اللي هي تورجي كيف شعري القوي، هي الكاميرا. فانت لازم لما تشوف الكاميرا معناها ستريت هي تعرف كيفاش تواصل معها بالضبط، تعرف كيفاش تخرج منها، لان هي يعني تبقى دائما شايفتك. فانت لازم تشوفيها ثقتك في نفسك. اي ثقتك في نفسك ولا في نفسك. لا 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 لا. كانت فما نتلموا نجتمع معنا من كل الولايات ونعمل نختار كل واحد اغنيته. ما فيش طبعا تمثيل. نانا لا، كان مع روف كوكا. نعم بس غنى. اي غنى، ما كانش في امكانيات لي الكبيره اللي اليوم موجوده، يعني صوت وصوره وقطعتك. بس يعني بجد كتير علينا والله. لا اقل شيء، كتير علينا. نصيحه اقل شيء. ميرسي كلك 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 زود. ميرسي. بجد وقت انا كنت ميته من الجوع، حتى الكرتون شكلها حلو. لا مش معقول هيك. ماشي لا 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 اقل شيء. لا يعني نتسلى يعني نتسلى في حاجه ثانيه. و انا شو هي اللوبيا؟ اللوبيا طيب لهم اللوبيا هنا. ما جبناش انا الطيب القديم، ما جبناش. انت تحب المطبخ، تحب باين الصنافه. باين. انت دارس موسيقى معهد عالي موسيقى يعني 5 سنين شو اسمها؟ ميتريز بالاستاذيه يعني. الاستاذيه يعني 5 سنين مثل عندنا بشوية. يعني دارس 6 سنين دبلوم ودارس 4 سنوات تعليم عالي، يعني 6 و4 10 سنين تقريبا. 10 سنين موسيقى. دارس كلاسيك لا اختصاص عود، اختصاص عود وميزيكولوجي يعني كلها، يعني تأليف نظريات، تأليف وتلحين وهارموني وتاريخ ومنهجية التعليم ويعني كل النظريات. نظريات نظريات ايه، فالنظريات مع الـ مع الـ مع الـ
شكرا. فمع موجود بس يعني كان اختصاص غناء عندك شو؟ لا بس اختصاص عود. ما عندناش فوكاليز كوا، يعني ما عندناش اختصاص غناء، عندنا آلات، اختصاص آلات. انا نعمل اختصاص غناء في تونس من عشرة دي، معنا سياريتي شعراء جديدة فوالا، يعني انه على عهدي. شنو ماكش كبير برشا؟ ما كانش في الموضوع هذا، لكن في صفاقس قريب. نو في تونس، في صفاقس وتونس. فوالا معناتها صعب تفهموه كي يتكلم التونسي وانا تبداو تقول لا 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 لا. احنا تكلمنا في حكينا تونسي ابيض. نفهمها اكيد استاذ صابر، نفهمه. انت في حاجه غلط في اللهجه بتاعتك. انت مش لاقي. انت اليوم لعبت في تلعب في الوقت الضايع اليوم. ام وانزا ربي يخلي لي توانسه اللي صوتوا لي خويا. عايش لاعت الجبال، ما شوي با ترو جاتو. ميرسي عايش، ميرسي. طب نازل تحداك لكل واحد فينا. شوف باش نكون معناه يعني صريح معاكم، انا ما تابعتش الموضوع من الاول مبدئيا. انا اللي سمعته اللي معايا يعني مثلا ما اليوم استمتعت بيك اليوم رامي، ايه لان انا موجود في اللوج غنيت حلو بصراحه يعني. انت اليوم نفس الشيء يعني. فاجأة من اللي فاتوا يعني، حتى ك مستوى عام نحكيش يعني، اكيد يعني كل الاستاذ اكاديمي اللي فاتوا كان في اصوات معينه، ولكن اجمالا ما كانش الليفل، ما كانش عالي جدا يعني، ما كانش بورسنتاج كبير، نسبه كبيره من ولكن اليوم في الاستاذ اكاديمي في اصوات وفي كاريزما حلوه يعني، لازم تكون. وحسيتكم اليوم على مر البرايمات صرتوا تعاملوا مع المسرح مع الكاميرا كأنه يعني صرتوا تشتاقوا لليوم الجمعة. صح. يعني أول برايم، ثاني برايم كان في خوف أكيد شور يعني. أربع برايمات. إيه بس بعد الرهبة هي موجودة، أنا عندي رهبة. الرهبة شوف، هي مش رهبة متاع، هي مسؤولية هم فات، هي مسؤولية مش رهبة. أوكي رهبة ممكن لما تدخل على المسرح سي فيني، اما المسؤوليه انك شنو اللي باش تقدم. عندي ملاحظه اللي كنت نقولها لك لما سمعتها، لما سمعتك اون لايف. كنت نقول لك علاش يعني انت اليوم زاد كيف غنيت. لا 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 غنيت مرتاحه. انا ما غنيتش مرتاحه. نغني في ذكرى. لا 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 انت تغني من هوني من راسه. لا تغني تغني وتفكر. فكر فوالا. انت ما غنيتش من يعني تشوف من خلال عينيك، تحاول تشوف في ردة الفعل قبل ما تعطي اللي عندك انت اون فيت. الوغ كو نورمالمون صح، حتى بالبروفات تاعك. لا انا تصورتش نرى عالم تونس شرى عباد. شوف 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 شوف, شوف, شوف. في المسائل هاي لا ترى عالم تونس ولا عالم مصر ولا عالم اخر. هذاك احنا بالنسبه لينا احنا في قلوبنا، هذاك مش يعني ما نستناش باش نرى العالم. انا هذاك بلادي في قلبي، لكن انا عندي مسؤوليه اليوم. طلعت على المسرح نشوف كان انا شنو اللي نقدمه للناس، لانه الناس كل سواسي بالنسبه لي انا. جمهور واحد سواء كان من كل البلدان واحد، يعني ممكن واحد يرفع لك علم لبنان، يعني شنو تقول لا على يرفع علم لبنان؟ لا طبعا، العلامات كلهم موجودين ولازم يكونوا موجودين، لانه كل واحد يتحمس لولد ابن بلده هذا شور، لكن ما تتاثرش بالشيء هذاك، تتاثر برده الفعل الجمهور. وقتاش تتاثر برده الفعل الجمهور؟ لما تكون ايجابيه. لما تكون سلبيه تتاثر نفس الشيء. لكن اليوم انا لما نطلع نغني لايف عشان نفكر في شيء، نفكر في شنو انا ممكن نقدمه للناس في اللحظه، في اللابس دو تون اللي اللحظه هذيك اللي نغني فيها. اليوم تغني من هنا انت، فكر نعمل الخانه هذه الخانه من... في حاجه اخرى زاد، ما تنساش ان الكاميرا تتبع فيك. لما شفت صاحبتك عم تلعب. اي صح، شفت يعني غروب لو ولي عطاك شنو مش وحدك انت، مش وحدك. اوكي اما مش وحدك، لا يفوق يعني، لازم اي شيء غلط لا لازم
تغيره معنا بتغطيه بضحكه بجنسي باكو يعني اي حاجه. المهم ما تظهرش انه انك مستنيه تعمل الشيء هذاك ما لقيت.